عامل ايه؟ عامل ايه يا حتمات؟ اول حاجه بس بحبك، تاني حاجه انا مصور نفس الفيديوهات دي في نفس اليوم، فنفس التيشيرت الابيض ده انا لابسه يوم واحد، فاهم؟ مش لابسه 90 يوم، فما توجعش قلبي، ما توجعش دماغي. ايه يا ابني انت بتبص على ايه؟ ثواني بس يا نجوى، هجيب حاجه من هنا وجاي لك تاني. يا محمد اقعد، ما ينفعش تسيبني دلوقتي وتمشي، وبعدين الدي جي هيشتغل دلوقتي. دي جي هو ايه ده؟ ده فرح ولا طهور ولا ايه ده؟ مش فاهم. وبعدين بقى إيه، نرجع بقى لحته ايه، مراتك مش بنت، مش بنت ازاي؟ يعني ايه، لاعب كره ولا كان فضائي وحاطط ميك اب ولا ايه الحكايه بالظبط؟ جاي لك انا. ايه دخل ده يعني؟ بقول له لولو، ايه الترابط بين الزرغته والزرغته الزغرطه ايه القرف اللي انا بقوله ده؟ امسك الحاج، انا امسك الحاج انا. عاملك يا حاج، عاملك هتقعي بالراحة، صحتك ترجعي ايه الشباب وكده، بالراحة بالراحة. فيها يا محمد، معاك مشكلة ولا ايه؟ بقول لك محمد كان بره، ليه المشهد باظ؟ المفروض محمد كان يرجع بقى، عشان انت بوظت الدنيا كده، جبت لنا مشهد تاني واحد بيقول له فيها يا محمد كان بره، تمام ولا فين المخرج؟ يقول للمأذون ما يجيش دلوقتي. ليه؟ في ايه؟ المأذون بيصلي وجاي. طب خلاص لما يجي يحلها ربنا. ايه يا محمد، هو في ايه؟ مفيش يا نجوى، كنت بشوف بس حاجة هنا، كنت بشوف المأذون جه ولا لسه. مالك يا محمد، هو وشك قلب كده ليه؟ لا يا نجوى ما قلبش ولا حاجة، أنا بس مستني المأذون، هو شكله اتأخر. ما تفرح بقى يا عريس، هو في ايه النهاردة؟ ده الليلة ليلتك يا عم. الليلة ليلتك يا هلا. أنت عامل مشكلة معايا، أنا وأنت مخصمين مع بعض. أفهم بس، أنت ليه بتجر شكلي؟ ليه كل شويه تفضل تخبط فيا والشغل ده؟ جرايا مايك ولا انت مايك؟ يلا انت مايك، انت متخيل انت مايك قد كده تقدرش تعمل معايا حاجه؟ فما تمدش ايدك، مش ايدك ماشي، بص لي كده، ناس تخاف ما تختشيش. صحيح محمد انا عارفك كويس، وانا مش مرتاحه، قول لي في ايه. ها يا جماعه، جاهزين لكتب الكتاب ده؟ على بركه الله. قول يا عم حمدي، زوجتك ابنتي. زوجتك ابنتي. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. مش فاهم حاجة ليه؟ سكتشتك بقت غريبة يا حتمات، بقيت بتدخل كل المشاهد في بعضها وما مش فاهم لك حاجة قول يا عريس ورايا، قبلت زواجها؟ قول يا عريس، قبلت زواجها؟ انا مش هكمل كتب الكتاب ده. ايه يا محمد اللي انت بتقوله ده؟ بتقول لي في ايه؟ مفيش حاجه. قول لي يا ابني، هي نجوى زعلتك في حاجه؟ في ايه؟ في ايه يعني؟ في ايه بس؟ روق، دافعين فلوس مأذون ودنيا وقاع، روق يا بابا روق، امسك العقل. لا 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 مفيش حاجه يا جماعه، بس انا مش هكمل الفرح ده. ليه؟ ايه يا ابني ما تستهدى بالله، في ايه يا حاج؟ انتوا مش متفقين على كل حاجه؟ ايه الحكايه يا ابني، في حاجه ولا ايه؟ محمد هو في ايه اللي غيرك كده؟ مفيش يا جماعه والله، تعبت بس شويه فمش هقدر اكمل كتب الكتاب ده. معلش، اصل لما يجي لي برد بعطس في ايدي، فخايف امسك ايد ابوكي يتعب يا بنتي، واحنا ناس خايفين على بعض، احنا قرايب بقى. معلش يعني خلينا نقعد شويه بس ناخد هدنه. يعني هدنه؟ هدنه ايه يا محمد؟ انت من ساعه ما قمت من جنبي ورحت هنا وانت متغير، وجيت لي متغير، هو في ايه يا محمد؟ وي 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 محمد، هي نجوى زعلتك في حاجه؟ زعلته في ايه؟ حتى لو زعلته يرفض كتب الكتاب، هو في ايه يا محمد؟ يا ابني لو انت زعلان منها في حاجه، الكلام ده مش وقته، انت عارف ان نجوى بتحبك. معلش انا اتكلم، هو في ايه؟ ايه يا بنت الاسلوب ده؟ ايه اللي حصل؟ انت عملت له ايه؟ ما اعرفش والله يا بابا، انا اتفاجئت زيك، وبعدين محمد متغير قوي، ده زي ما يكون حد قال له حاجه. حد قال له ايه يعني؟ هو لعب عيال. انا بصراحه بس بيني وبينك، انا ما بحبش ادخل نفسي في مشاكل عائليه. انا من بره بره، ادخل نفسي في مشاكل عائليه؟ لا يا باشا، ماليش دعوه بالحاجات دي. انا انت امشي في جنازه ولا تمشيش في جوازه، رجعهم لبعض يتطلقوا، يقولوا انت سنوبي سنوبي السبب. اوعى اوعى تدخل نفسك في جوازه، جوز نفسك. استهدى بالله يا حاج،
لازم العريس يكون موافق، ده عهد بين ربنا وبينه، ما ينفعش كده. موافق ايه يا عم الشيخ؟ هو احنا غصبينه على الجوازة؟ ايه ده؟ ايه يا بنت ما تتكلمي؟ ما اعرفش والله يا بابا، انا زي زيك. ده كان مستعجل على الفرح وبيقول بحبها واحطها في عيني، قلنا له الشهر الجاي، قال لا الخميس الجاي. اكيد انت زعلتي يا نجوى. ايوه هو ما يعملش كده من فراغ. والله يا ماما ما زعلته يا بنتي. طب انتوا اتخانقتوا؟ طيب والله ما اتخانقنا يا نورهان. وسمعي باشو خيبتو بابليكا ديفيكالتو. لازم الرز يستوي على درجة حرارة اقل من درجة غليان الكنافة. طب ما هو هيعمل كده من دماغه يعني يا نجوى؟ معرفش، انا معرفش فيه ايه، معرفش اي حاجة. صراحة موقف سخيف قوي عمره ما هيتنسي. شوفي يا بنتي، كرامتك اهم من كل شيء، ان كان هيتعامل معانا بالاسلوب ده يبقى نفضها سيرة. انا بقول برضو نفضها، انا والله انا معاك، انا بقول نفضها سيرة عشان انا ما عادش عارف اصلا اتكلم، فاهم يعني؟ انا مش عارف ارياكت اصلا، مش عارف اقول ايه. فاعمل لايك واعمل اشتراك، ولو عايزنا اكمل بقى الجزء الثاني بقى شغل محمد سامي بقى واقطع في النص وكده، اعمل لايك واشتراك وفعل زر التنبيهات، وما تنساش تروح تعمل لي فولو على الاي جي او برنامج الصور اللي هو برنامج الانستا، عارفه؟ عارفه اكيد، عارف، هتلاقيه في البايو. احبك في الله، كان معاك محمد او سنوبي، اشوفك في الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.